السلام عليكم. يعني منها السني والشيعي والتركماني والكردي والمسيحي والصابئي، كلهم أخوة. عاشر واحد بالفريق لحد الآن، والله اليوم ما تطلع. لا هو جاي سلم عليكم ورجع ناخذ فدوى لعينك، يعني انت عاشر واحد بالفريق. الفكرة كانت من الطفولة انه احنا نكون عندنا دراجات ونقود الدراجات، وهي هواية انه نحبها ونتونس بها. طور هذا الموضوع من شخص واحد انه كان انه بلال هو وحده يفتر وكذا، الى انه حاليا هم 296 عضو، ما يقارب 300 يعني. تقريبا بقيت بالفريق سنه ما يعرفون بياني مسيحي، لانه احنا بالفريق ما عندنا في شيء طائفي، ما يسالوك انت مين، من يا ديانه، من يا مذهب، ما عندنا. الا جوي عندي يم المحل، فصلوا امي بالمحل، كانوا يشوفون صوره مع سيد المسيح، كانوا يسالوني قال انت مسيحي؟ قلت لهم مسيحي نعم. والاسلحه الخفيفه. فوقع علي هاون وادى له ضرب الطحال والكله وبتر اطرافي ورجلي بلاتين. اوكي؟ فمريت بازمه حاليه نفسيتي تعبت. ورا ما كملت من المستشفى فطلعت تمشي على عربانه. عندي اصدقائي عندهم اصحاب دراجات هالي. فقالوا لي تعالوا انا تعرفت على كابتن بلال والفريق الولد، كلهم اصدقائي وخوش ولد. فاطلع لهم اتونس. اشوف شيء حلو مرتب مختلف بالشارع. احنا دا نمشي بالرايد مثلا يصير اكو تفجير في منطقه من المناطق، احنا ما راح نلغي الرايد. طبعا ما نلغي الرايد، نباوع الانفجار وصار دخان وهيك شيء، نغير الاتجاه مالتنا، نطلع بغير رايد، يعني نتجه بغير رايد. اسرع 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 اسرع. نرفع العلم العراقي بكل البلدان العربيه والاجنبيه، نقولهم العراق راح يرجع مثل قبل، نقولهم العراق باقي، والعراق بطاقات، والعراق بناء، والعراق كل شيء.